بسم الله الرحمن الرحيم. وردنا بلاغ من عمليات وزارة الداخلية على سيارتين مسوين لهم حادث في أفنيوز، وتوجهنا للبلاغ وشفنا الحالة الموجودة واستفسرنا منهم في الوضع عندهم. قالوا استعانوا في ونشات بس ما قدروا انهم يعني يستخرجون السيارات لان كان السقف يعني نازل حيل بالسرداب أفنيوز، والونشات ما تقدر انها تدش داخل، فاستعانوا فينا واحنا نزلنا طبعا حق بسيارتنا الخاصه تحت السرداب. وردنا بلاغ من عمليات 112 وزارة الداخلية، حادث صار في الأفنيوز داخل مواقف الأفنيوز بالسرداب، والسيارتين مدعمين وكانوا يبون يطلبون السطحة عشان يطلعونهم، والسطحة طبعا ما تدخل كون ان السقف نازل حيل والسيارة ما يقدرون يرفعونها. فاتصلوا علينا تقريبا كان على الساعة 10 بالليل، وصلنا هناك طبعا شفنا ان المواقف زحمة وما قدرنا ان 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 والله نسحب بسبب زحمة الناس، فاتفقنا مع وزارة الداخلية ومع إدارة المواقف نفسهم اللي تبع الأفنيوز ان الناس ما راح تمنيهم بالليل متأخر على الساعة 2 1 ونص 2 ان يكون ان تكون المواقف خالية. حاولنا يعني من شفنا الوضع قدامنا السيارة طبعا السكان ما يفتر لا يمين ولا يسار ويانا، السيارة طبعا السكان ما يفتر ويانا لا يمين ولا يسار، يعني السحب ويانا كان يعني صعب جدا واحنا نسحب السيارات. لما وصلنا هناك تقريبا على الساعة 2 السيارات كانوا مدعمين، واحدة من السيارات كان تايرها مكسور، وانتم شايفين الممرات هناك ضيجة حيل حيل يعني باللفات والطلعات، وكان بالسرداب تحت وبالصعدة. طبعا هم كل هذا استعانوا فينا بسبة خبرتنا في المجال هذا، وخبرتنا احنا 6 سنين بالمجال هذا. وأمناهم وسلمناهم طبعا أصحاب السيارات بحضور وزارة الداخلية كذلك وأصحاب السيارات والمجمع كذلك الأمن، والحمد لله هذا كله توفيق من رب العالمين وبفضل من الله سبحانه وتعالى. تم استعانة 3 أعضاء من الفريق ومع رئيس الفريق، وتم التعامل مع البلاغ هذا. طبعا السحب داخل المواقف واللفات هذه ما نركب اي نوع قلص، في له قلص معين، وحتى الهوكات تكون هوكات معينه، ما تكون هوكات اللي هي الحديد على اساس اللفات ما نعور سيارتنا ولا نعور سياره المبلغ قد ما نقدر ان نطلعهم ببر لما.
كانت معوقات طبعا، السقف كان نازل حيل، ما في الونش صعب انه ينزل على السرداب تحت، فاستعانوا فينا من خبراتنا طبعا وسياراتنا طبعا دفع رباعي، ونزلنا طبعا السرداب وطلعناها. يعني السقف كان نازل حيل جدا، يعني حتى الونشات ما يقدرون ينزلون تحت. بفضل من الله كنا قاعد نسحب سيارات، شوية تلف يمين شوية تلف يسار، توصل السيارة لغاية الرصيف، ننزل نبطل القلوص نسحبها شوي جنب، اثنين ثلاثة يدزونها مع السحب، يعني قد يعني قدرنا نطلعهم لغاية برا. طبعا الوقت خذ ويانا من تقريبا 3 الفجر الى الساعه 4 ونص تقريبا الفجر، ساعه ونص تقريبا احنا مخلصين البلاغ بفضل الله. طبعا السيارات صار لها ما يقارب يومين اللي مسويه حادث بالسرداب، استعانوا بعده جهات بس ما قدروا انهم يتواصلون للمشكله هذه او يطلعون يستخرجون السيارات، فاستعانوا في سقور صباح ومن خبراتنا، واحنا رحنا وقابلنا هالموضوع هذا واستخرجنا السيارات. طبعا جزاهم الله خير، وزارة الداخلية مدوا يد العون معنا وما قصروا. لما وصلنا أول شيء البلاغ الساعة 10:30 بالليل، قلنا لهم إن المكان فيه جماهير وفي ناس وهذا وما نقدر، فلازم نخليه للساعة 2:30 للثنتين على أساس إن نقدر إن إحنا نسحب ونسوي. فجزاهم الله خير، تعاونوا معنا بكل جدية وكان تعاملهم جدا راقي، وأثنوا على شغلنا وأثنوا على كل شيء، والله يجزاهم خير وقواهم الله. طبعا الوقت اللي استعانوا فيه لنا الوقت يعني الفجر، ما فيه تكون حركة في المجمع نفسه عشان نقدر ناخذ راحتنا بالسحب ونستخرجها من المجمع، وتم استخراجهم بفضل الله بالصورة الطيبة.